الحمد لله رب العالمين. النهاردة إن شاء الله هنستكمل موضوع Developmental Disturbances of Hard Dental Tissues، وهنبدأ في آخر مرض وراثي اللي هو اسمه الدنتين ديسبليجيا أو دينتينال ديسبليجيا. ساعات يجي لك مريض في العيادة، تمام، تعمل له إكس راي تلاقي المنظر الغريب ده، الروت شكله غريب، في هنا حاجة كده كريسنت شيب، بيقولوا عليها كريسنت شيب راديوليوسنسي في مكان البالبيت شيمبر. البالبيت شيمبر تقريبا كله اوبليتريتد، كريسنت يعني هلالية زي الهلال بتاع رمضان، كريسنت شيب، وتلاقي فيه راديوليوسنسيز اسفل كل الاسنان. الراديوليوسنسيز دي سببها ايه لغاية النهاردة ما هيش معروفة. فالمرض ده اسمه دينتين ديسبليجيا اللي احنا هناخده النهاردة ان شاء الله. دينتين ديسبليجيا، وبعض الكتب بتكتبه دينتينال ديسبليجيا. يبقى الدينتينال ديسبليجيا اول ما اكتشفوها اكتشفوا النوع الاول اللي هو ما فيش فيه روتس او روتس قصيرة جدا، فسموه روت ليستيس. يبقى الديفينيشن ده ديفلوبمنتال دينتين مالفورميشن which was originally termed rootless teeth، وبعدين اتضح ان في نوع تاني الروتس فيه بتبقى تقريبا نورمال، فغيروا الاسم لدينتين ديسبليجيا. ده مرض وراثي زي ايه؟ زي دينتينو جينسيس امبرفكتا. بس ايه العلاقة ما بينهم؟ لا مفيش علاقة، ده مرض منفصل عن التاني خالص، تمام، حتى جيناتيكالي الجينز مختلفة. اي نعم بعض الكتب القديمة بتقول ان الجينين هما واحد، لكن وده دي different expressivity للجينات، لكن حديثا بيقولوا لا ان الجين المسؤول عن الدينتين ديسبليجيا مختلف عن بتاع الدينتينو جينيسيس امبرفكتا وعن الجين الخاص بالاوستيو جينيسيس امبرفكتا. الديسوردر هاز بين كلاسيفايد انتو تايب 1 اللي هو راديكولار، تمام، بيسموه راديكولار دينتين ديسبليجيا، يعني بيأثر على الروتس فقط والتأثير بيبقى مينيمال على الكراون. وتايب 2 ده بيأثر على الكراون فقط والروتس مينيمال، فبيسموه تايب 2 كورونال ديسبليجيا. تايب 1 is much more common than type 3، والإتيولوجي زي ما اتفقنا ان هو هيريديتري خلاص، وانه ترانسميتد as an autosomal trait، يعني في الترانسميشن زيه زي الدينتينوجينيسيس امبرفكتا وزي الايه الاوستوجينيسيس امبرفكتا، اوتوزومال دوميننت. انما طبعا في نفكركم تاني في الاميلوجينيسيس امبرفكتا، لا كان المود اوف انهيرتنس كتير، كل المود اوف انهيرتنس اللي وصفهم مندل كانوا موجودين في الاميلوجينيسيس امبرفكتا. طيب تايب 1 اللي هو الراديكولار اللي هو هيأثر على الروتس، اوكي، بيأفكت بوست ديسيديوس اند بيرمننت دنتيشن، وده طبعا شيء متوقع لانه مرض وراثي زي ما اتفقنا. الدينتينوجينيسيس امبرفكتا كانت بتاثر على البرايمري وبتاثر على السكندري، هنا نفس الكلام هياثر على الديسيديوس وهياثر على البيرمننت، تمام. الكراون الى حد ما بيبقى نورمال، نورمال كورونال مورفولوجي اند كولر. المشكله فين؟ في الروتس، الروتس هي فيها المشكله، عشان كده بيسموه راديكولار. يبقى تايب 1 ده ايه؟ راديكولار. Very short roots and conically tapered roots، roots short و tapered مدببة، وحنشوفها في الصور او زي ما احنا شايفينها هنا، root short relative للكراون very short و tapered مدبب، شايفين هنا tapered مدبب نازل زي ما يكون ابرة على ابرة. طيب كويس، short and conical tapered roots خلاص. normal eruption pattern، eruption ما بتغيرش لانها بتبقى الروت قصير وغالبا في تحت منه radiolucency، فبيحصل early exfoliation of the tooth due to short roots. البالبيت chamber بتبقى obliterated الا من جزء صغير يشكل هلال، يبقى obliterated by defective dentine، dentine فاشل with the characteristic crescent shaped radiolucency اللي انا وريتها لكم في الصورة، crescent shaped radiolucency زي الهلال، تمام، of the pulp half moon shaped يعني particularly in permanent teeth. يبقى خد بالك في الباثولوجي من الاسماء الغريبة والصفات الغريبة، crescent shaped دي ممكن تيجي سؤال في الام سي كيو، ممكن في الام سي كيو يجي يقول لك ايه crescent shaped، تمام،
crescent-shaped radiolucency is found in one of the following diseases. ويكتب لك منهم كده شوية أمراض. منهم يكتب لك dentinal dysplasia type 1 ودنتينال dysplasia أو dentine dysplasia type 2 ومرضين تانيين. فأنت هتختار هنا إيه؟ type 1. وممكن لا يكتب بس dentine dysplasia ويسكت ويقول ثلاث أمراض تانيين، تختار برضو إيه؟ dentine dysplasia. في apical radiolucency آسف اللي سببها لغاية النهاردة مش معروف، وبيقولوا إن سببها البالب نيكروزيس. طب ويحصل ليه نيكروزيس للبالب رغم إن السنة ما هيش كيريوس؟ برضو السبب مش معروف. يبقى الباثولوجي مليان ألغاز، وكل اللي نعرفه منه قطرة في محيط. تمام. تايب 2 هيختلف شوية بقى، لأن تايب 2 هنا هيأثر على الكراون والروت إلى حد ما هيكون نورمال، ونفس القصة برضو بيأثر على الديسيديس وعلى البيرمنت. والنورمال مورفولوجي اند شيب اوف كراون اند روتس. البرايمري تيس بالذات اللي هي الديسيديوس تيس اول ما بتطلع بتبقى امبر ان شيب، لونها عنبري، لون العنبر. العنبر لونه ايه؟ لونه اصفر يميل الى الاحمر قليلا، يعني ممكن نشوفه مثلا هنا، جبتها لكم اهو، اهو ده مثلا اليلو، خلاص ده الامبر اللي هو العنبر، وده اللون الاورنج. فهو يعني لون وسط ما بين الاورنج وما بين اليلو. طيب نرجع تاني للوضع اللي احنا كنا عليه. تمام. واتفقنا ان هي ايه؟ بيبقى لونها الديسيديوس بالذات لونها امبر ان شيب، وبعد مع الايجينج يتحول لونها الى البراون، وبرضو بتبقى اوباليسن. البيرمننتيس ار اوف نورمال كالر، ما فيش فيها تغيير. بوس البرايمري اند and permanent dentition show enlarged pulp chamber with many pulp stones. تمام. ال pulp chamber بقى بيبقى شكلها غريب شوية. In permanent teeth the large pulp chamber are typically described as thickle tube appearance، زي الكاس بتاع زهرة اسمها thickle. تمام. ما عرفش اسمها ايه بالعربي الصراحة، لكن ايه اكتبوا على جوجل thickle وهيوري لك شكل الزهرة بالضبط هتتخيلها. In which there is a sudden constriction at the base ending with a very narrow root canal and a tendency for complete obliteration of the pulp with pulp chamber. تمام. برضو ناخد بالنا من الكلمات الغريبة thickle tube appearance، ممكن تيجي في الـ MCQ. يبقى في الساعة دي اختار ايه؟ اختار الدنتين ديسبليجيا تايب 2 اللي هو الكورونال تايب. تمام. طيب كويس. هيستولوجيكالي نورمال لاير اوف مانتل دنتين، دايما المانتل دنتين يتكون صح في كل الاحوال، وبعد كده الدنتين يخيب. سيركم بالبال دنتين بيبقى اتيوبيولر عديم التيوبيولز ومليان انتر جلوبيولر دنتين، والانتر جلوبيولر دنتين بيبقى اقل جودة من الجلوبيولر دنتين. طيب هنا جدول مهم، في فرق ما بين الاثنين هتذكروه لان الجدول ده مهم، الفرق ما بين الراديكولر وما بين الكورونال. تمام. المود اوف انهيرتنس واحده، اوتوزومال دوميننت، والاثنين وراثيين وبيأثر على ديسيديوس والبيرمننت، وده برضو ديسيديوس وبيرمننت. تمام. هنا كراون نيرلي نورمال، لكن هنا الكراون بيبقى بالذات في حاله البرايمري تيس امبر يتحول الى لون البراون وبيبقى اوباليسنت. تمام. الروتس هنا معيبه شورت وكونيكال، هنا الروتس تقريبا نيرلي نورمال، هنا البالب كومبليت اوبليتريشن ومعاه الكريسنت شيبد ريديوليوسنسي، هنا كومبليت اوبليتريشن ومعاه ستونز ومعاه الثيتل تيوب ابييرنس. تمام. الابيكال ريديوليوسنسي هنا موجود في حاله الراديكولر تحت الروتس، لكن هنا بيبقى absent. التفرقة بين الدنتينوجينيسيس امبرفكتا differentiation from dentinogenesis imperfecta هنا سهل جدا، خاصة في الأشعة، لأنك هتلاقي apical radiolucency والroots short والroots tapered. تمام. إنما هنا بيبقى صعب لأن أنت إيه الكراون يكاد يكون إيه يعني طبيعي. طيب كويس. هنا المنظر بتاع الريديوليوسنسي اللي بيبقى موجود والروت شورت
تيبرد تمام. هنا ده الصورة اللي احنا شفناها في الاول خالص اللي فيها كريسنت شيبد بس مزدوج اتنين عكس بعض. ده المنظر اللي بيقولوا عليه سيتل ابييرانس تمام، سيتل تيوب ابييرانس. هنا شايفين الروت قد ايه، ده روت يعني ينفع روت مفيش، قصير خالص، والتاني قصير برضه لكن ده اقصر منه جدا. واضح انه ايه البيشنت عمل كراونز كتير تقريبا في محاولة لحماية السنة. دي صور كتير بقى وعليها كلام كتير. هنا بيوري لك البرايمري تيس او الديسيديوس تيس انها امبر ان شيب، لونها ايه يميل الى اللون العنبري او الامبر اللي هو وسط ما بين الاصفر وما بين البرتقالي. بعد كده مع الايجينج مع تقدم الشهور والسنين يبتدي اللون ده يتحول الى اللون البني. طيب هنا ده الحالة اللي هي الكورونال تمام، يبدو الى حد ما يكاد يكون طبيعي، بس بيقول لك ان النقط الصفرة دي عبارة عن ايه، عبارة عن موتل دينامل او دينتال فلوروزيس، ده مش عيب اساسي في المرض. طيب كويس، هنا الثيتل تيوب ابيرانس اهو واضح، منظر كاركتريستيك للبالبت شيمبر، يمكن انت مش هتشوفه في اي ايه في اي منظر تاني في الدنيا الا كاركتريستيك للدنتين ديسبليجيا تايب 2. البلب شكله غريب قوي، وهنا في بلب ستون وهنا بلب ستون وهنا بلب ستون وهنا بلب ستون اند سو اون تمام. هندخل بعد كده بقى في العيوب الغريبه بقى اللي ملهاش سبب، الاوبسكيور ديفكتس اوف دنتين. اوبسكيور يعني غامضه. المرض المشهور اسمه ريجونال اودونتو ديسبليجيا او جوست تيس، الاسنان الشبحيه. ده مرض غريب جدا، لا هو راسي ولا هو انفايرومنتال، ومحدش عارف سببه لغايه النهارده تمام. ده بيصيب بقى ايه، مش البرايمري والديسيديوس او البرايمري والبيرمننت، لا ده بيصيب غالبا البيرمننت تمام، لكن مفيش ما يمنع انه يحصل في الديسيديوس. ولما بيصيب البيرمننت مش بيصيب كل الاسنان، لا بيصيب كوادرانت اوف ذا جو، ربع من ارباع الجو، وغالبا بيكون في المكسيل، وغالبا بيبقى انتيريور زي ما احنا شايفين. شايفين هنا الناحيه دي الاسنان سليمه وزي الفل، وفي المانديبول هتلاقي المانديبول ارتيس كلها سليمه وزي الفل، بس الكوادرانت ده من الجو كده وطالع فيه اسنان مشوهه شكلها غريب قوي. يعني ده شكل مولر مثلا، غريب جدا. هل ده شكل كناين؟ شوف السنترال هنا عامل ازاي، اسنان مشوهة، فعشان كده بيسموه ريجونال. ريجونال ليه؟ لانه بيجي في ريجون، في كوادرانت اوف ذا جو، غالبا الابر، غالبا الانتيريور، غالبا البيرمننت. واودونتو يعني ايه؟ يعني اسنان. ديسبليجيا يعني مالفورميشن في الاسنان، يعني مالفورميشن في ايه، في الانامل ولا في الدنتين ولا في السيمنتم ولا في ايه بالظبط؟ لا، في كل الدنتال تيشوز. يبقى اعرف كده ان الريجنال اودونتو ديسبليجيا بتصيب كل الدنتال تيشوز، من ناحيه الانامل، دنتين، سيمنتم، بالب، الاربعه تيشوز دول بيبقوا متاثرين. طيب كويس، لو خدنا لها منظر في الاكس راي، شوف هنا بعد ما خلعها شكل الاسنان عامل ازاي، لا يكاد يكون اسنان، لا ينتمي للاسنان بصله. شايفين في الاكس راي زي ما يكون اشباح اسنان، عشان كده بيسموها ايه، جوست تيس، وبيبقى فيها لخبطه جامده جدا. يعني ممكن تلاقي الانامل وكفرد باي دنتين، وتلاقي انامل وكفرد باي سيمنتم، وتلاقي دنتين وفوق سيمنتم، وسيمنتم وفوق منه دنتين، وتلاقي البالب جاي على جنب لوحده خالص، ما هوش كونتيند وذين ذا توس. عشان كده سموها ايه، سموها جوست تيس او الاسنان الشبحيه. نرجع للايه، للكلينيكال بيكتشر. قلنا الموست كومن سايت والابر لاترال انسايزور ريجن والكلاين والبريمولر، يعني الابر انتيريور ريجن اللي هي المكزيلا اكتر من المانديبول. برضو ده سؤال ممكن يجي سؤال في الامتحان، كومن في المانديبول، كومن في المكزيلا، كومن في المانديبول، مش نوت كومن ان مانديبول والمكزيلا، ما بيحصلش خالص في الجو. يجيب لك شويه اختيارات كده، فانت المفروض تختار المكزيلا.
one or two quadrants may be affected, but usually one quadrant, غالبا بيجيب quadrant واحد. One or both dentitions may be affected, يعني ممكن يأفكت البرايمري والسكندري أو غالبا السكندري فقط. تمام. التيس شو سيفير ديفورميشن، سيفير ديفورمت كراون اند روت مورفولوجي. الانامل بيبقى فيري ثين وبيتد وبيجمنتد ورف وفيه كل العبر. الابنورمال تيس ماي فيل تو الرابت واحيانا بيحصل لها الرابشن. التيس ار سسبتبل تو كيريز اند فراكتشر، بمجرد ما بتطلع يحصل لها الرابشن بتبقى نتيجة ان شكلها غلط، فبتبقى ايه عرضة للكيريز وعرضة ان يحصل لها فراكتشر. في الاشعة بتبان ايه؟ بتبان كأنها اشباح. Due to lack of adequate calcification, teeth appears as radiolucent shells on X-ray with thin enamel and dentine accompanied by excessively large pulpit chamber justifying the term ghost teeth. يبقى برضو كلمة ghost teeth دي ممكن تبقى سؤال، يقول لك ghost teeth is regional odontodysplasia ولا amelogenesis imperfect ولا dentinogenesis imperfect ولا cleidocranial dysostosis. يبقى انت تختار على طول ايه؟ الجوست تيس. طيب هيستولوجيكالي ملهاش هيستولوجي لانه تيشوز اي كلام. thin و irregular enamel with loss of prismatic structure. dentine disorganized وبيبقى tubular وفي mini entrapped cells و clefts و interglobular dentine. العلاج ملهاش علاج خالص غير انك تشيل الاسنان دي وتعمل لها replacement بدنشر partial دنشر او bridge او تزرع اسنان بقى تعمل امبلانت. دي الصورة اللي احنا شفناها في الاول تكلمنا عليها شوية. دي صورة من مريض اخر برضو الكوادرانت ده تعبان الاسنان فيه تعبانة خالص. تمام. هو كومن ان فيميلز على فكرة اكتر من الميلز بنسبة 2-1، وفي بعض الاحصائيات بتقول 2.5-1 2.5-1، فهو كومن ان فيميلز زان ميلز. تمام. وساعات الاسنان في المنطقه دي ما بيحصلهاش اربشن خالص، فيل تو اربط، تبان في الاكس راي كاشباح لكن ما فيش اي اربشن. جالنا حالات شفناها كده ما حصلهاش اربشن. تمام. شايفين المنظر هنا؟ المنظر غريب جدا، يعني ده لا مولر نقدر نقول عليه كان هيبقى مولر، ده ما نعرفش بقى كان هيبقى ايه. الاثنين دول هنا شكلها في الاكس راي زي ما اتفقنا عباره عن ghosts اشباح اسنان. طبعا شكل severe deformation، severe deformation. ويا جماعه السبب مش معروف، لا هو hereditary ولا هو environmental. يعني يقعدوا يدوروا ايه يا ترى يكون الطفل ده تعرض ليه او الام تعرضت ليه علشان تحصل الظاهره دي، محدش عارف. تمام. بعد كده هنتكلم على disturbance eruption اللي هو فيش فيه غير ثلاث احتمالات، يا early eruption يا delayed eruption يا حاجة مشكلة كده بيسموها teething problems. ال early eruption ان يحصل eruption early قبل الميعاد. تمام. وده سهل ما فيهوش حاجة تقروه انتو ايه. في large genetic and racial predilection، يعني احنا معروف مثلا بندرس من زمان ان الفيرست permanent molar بيحصل له eruption، اسف الفيرست primary انسايزور ولا السنترال انسايزور الديسيديوس بيحصل له رابشن عن سن 6 شهور. دي احصائيات اوروبيه وامريكيه. الملاحظ عندنا في مصر انه كلامنا مش ماشي، بانه غالبا بيتاخر ل 8 شهور وساعات 10 شهور. تمام. ما فيش في حاجه الايرلي رابشن يعني، وما هوش ايه مشكله باستثناء النيتال والنيو نيتال تيس. البريماتور اربشن تمام، يعني ايه بيقولوا ايه في اسباب ايه بقى ممكن يعني رير كوزس تعملوا اسباب معظمها تافه كده اقروها لانها برضو موضوع اسئله. تمام. الديليد اربشن اللي هو الاربشن المتاخر قد يكون ليه اسباب موضعيه لوكال وقد يكون ليه اسباب سيستميك، امراض سيستميك تاخر الاربشن. الاسباب الموضعيه زي lack of space نتيجه الاوفر كراودنج اوف تيس، او abnormal positioning of the tooth germ زي اللور سيرد مولر اللي دايما غالبا بيبقى امباكت او امبيدد
تمام، لان وضع التوث جيرم في الجو خطا، فما هيش ماشيه في اتجاه الاربشن الصح. وجود سبلمنتال وسوبر نيوميرالي تيس كتير هيمنعوا بعض من الاربشن. ريتينشن اوف ديسيديوس توس او ديسيديوس تيس، سنه ديسيديوس تمام، السنه ديسيديوس ديت حصل فيها ايه؟ حصل فيها انكيلوزيس. انكيلوزيس يعني حصل فقد للبريدونتال ليجامنت تمام، او البريدونتال ميمبرين، والسمنتم كم ان كونتاكت ويز بون، فنقول السنه بقت انكيلوزد مع البون، خلاص اتحدت مع البون. ففي الحاله ديت بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها فيلير اوف شيدنج، تبقى ريتيند، تفضل موجوده وتمنع سنه البيرمننت اللي بعد منها من انها يحصل لها الربشن. في سيست مشهور اللي احنا قلناه السيست ابو سنه، ده بيمنع لما بيحصل بيمنع السنه من الربشن تمام، اللي هو الدنتجرال سيست. والربشن سيست برضو بيعتبر فاريانت من الدنتجرال سيست، ده الربشن سيست كده هناخده في باب السيست اسمه الربشن سيست. قد يمنع وقد لا يمنع، قد يمنع السنه من الربشن، لكن احيانا ومعظم الاحيان السنه بتقدر تخترق السيست وتطلع، والسيست يحصل له رابتشر ويختفي من نفسه سبونتينيوسلي. ديت الايه؟ اللوكال كوزس. السيستميك كوزس بقى اللي هي اسباب سيستميك في الجسم كله، تعطل الاربشن اكيد متوقع الريكتس، الكريتينيزم اللي هو نقص افراز الغده، الثايرويد، الثايرويد جلاند تمام، نقصها في الاطفال، نقص الافراز في الاطفال. مرض اسمه الشيروبيزم هناخده في باب البون، اللي هو اسمه الثاني فاميليال فايبرس ديسبليشيا او الشيروبيزم. كليدوكرينيال ديسيستوزيس ده احنا كنا خدناه قبل كده وقلنا بيحصل فيه delayed eruption, delayed shedding of deciduous teeth و delayed eruption of permanent teeth. الهيريديتري جينجيفال فايبروماتوزيس يمكن اكيد خدتوه انتوا في الباب الثاني اللي هو developmental disturbances of soft tissue تمام. الجينجيفا بيحصل لها فايبروماتوزيس و enlargement، والسبب غالبا بيبقى وراثي، واحيانا فيها شق يعني environmental، لكن الغالب بيبقى هيريديتري تمام، اسمه هيريديتري جينجيفال فايبروماتوزيس او اليفنتيازيس جينجيفي، انها زي الفيل يعني متضخمه زي الفيل، اليفنتيازيس جينجيفي. فالاليفنتيازيس جينجيفي ديت لان في فايبروزيس جاء قوي في اللثه فبيمنع السنه من الاربشن. الايرادييشن لانه بيعطل نمو السنه وبيعطل نمو التوث جيرم وبيعطل كل شيء. الفيشال هيمي هايبرتروفي هيمي اتروفي اللي هو الهيمي فيشيال اتروفي تمام، يعني اتروفي يعني ضمور في نصف الفيس، النص اللي فيه الضمور بلاقي الاسنان بالديلي في الاربشن. الاسباب دي مهمه جدا لانك ممكن يطلب منك في الامتحان انك تذكرها كلها، او ممكن تيجي لك طبعا في الاكس راي يقول لك one of the following diseases can cause delayed eruption of teeth، ويقول لك مثلا الكريتينيزم، او يقول لك الشروبيزم تمام، او يقول لك ليدوكرينيال ديسوستوزيس، او يقول لك اليفنتازيس جينجيفي. ماشي، يبقى احنا عارفين، نبقى عارفين الحاجات دي. البريماتور لوس اوف برايمري تيس اللي هو الفقد المبكر والسريع للديسيديوس تيس، الطفل يفقد الديسيديوس تيس تمام بسرعه. اوكي، ده بيحصل برضو في عده امراض زي الهايبوفوسفاتيزيا، نقص انزيم اسمه الالكالين فوسفاتيز، بتفرزه مينلي الخلية المعروفة اللي هي الاوستيوبلاست والاودونتوبلاست. اوكي، الخليتين دول اللي هم بيعملوا الانامل والدنتين من ضمن الخلايا او اكتر خلايا بتنتج الالكالين فوسفاتيز، لانه ليه دور رئيسي في الكالسيفيكيشن او المينراليزيشن. بابيلون لو فيفر سيندروم، سيندروم انتوا هتاخدوه بعد كده، النيوتروبينيا والليوكيميا تمام، وشدياك حجازي سيندروم والجوفينايل ديابيتس والايدز ممكن يؤدوا الى بريماتور لوس اوف برايمري تيس. ده سيندروم اللي هو الاكرودينا، ده سيندروم كوزد باي ميركري بويزنينج، حاجه تاريخيه يعني ما عادش موجود دلوقتي لان في العالم كله عامل ايه ريستريكشن على استهلاك او استخدام الميركري، باعتبارها من الحاجات التوكسيك.
الابنورماليتيز ان اربشن الكومبليكيشنز افكتنج ان اربتد اور بارشلي اربتد تيس. الحته دي مهمه، بس الحته دي مهمه قوي، مهمه قوي. يعني لو عندي سنه دلوقتي مثلا بيرمننت تو ثيرد مولر وامباكتد، لو هو كومبليتلي امبيدد في الجو، يعني ما حاولش يحصل له اربشن وما ظهرش، هو لو حاول يظهر هيعمل لي مشكله، تمام، خاصه لما يطلع مثلا معوج ميزو انجولار امباكشن، تمام، وحصل له بارشل اربشن، هيعمل لي مشكله انه هيضغط على ال7 وهيحصل حواليه انفلاميشن في الجينجيفا اللي احنا بنسميه البيريكرونايتس. وفي السعاده في حاله البيريكرونايتس مش طالما انه هو طالع في وضع خطا لازم يتخلع، ملوش حل غير خلع. لكن احنا بنتكلم دلوقتي على الايه، على الاسنان اللي هي لم تظهر اساسا. يعني واحد عنده امبيدد سيرد مولر وما حاولش السيرد مولر ده ولا حدثته لنفسه الاماره بالسوء انه يحصل له الربشن، سواء كان الدرس ده فوق او الدرس ده تحت، هل في مشاكل هتحصل منه؟ في دكاتره كتير وخاصه الجراحين بتوع الفم والاسنان ايده طبعا بتاكله وعايز يشتغل جراحه، فعلى طول لازم يشيل السنه دي. طب هل الكلام ده جاستيفايد؟ لازم ان انا اخلع السنه الامبيدد تماما ولا ما اخلعهاش؟ قال لك غالبا في 99% من الحالات نو كلينيكال افكتس، اي سنه او درس مدفون في الجو، تمام، ولم ايه، وتاكد اكد باكد تاني ما حاولش يحصل له الربشن، لانه لو حاول يحصل له الربشن وبقى بارشلي الربتد هيعمل مشاكل بيريكرونايتس، تمام. لكن لو كومبليتلي امبيدد اوفن نو كلينيكال افكت، لو حصل له بارشل اربشن هيعمل بيريكرونايتس. احيانا يقال انه بيعمل سيست فورميشن لو هو كومبليتلي امبيدد وما حاولش يحصل له اربشن، ممكن يعمل سيست فورميشن اللي هو بنسميه دنتجرا سيست. وفي ناس بتقول لا، ده الدنتجرا سيست هو اللي بيمنع التوس من الاربشن. يعني ايهما اسبق، الدجاجه ام البيضه؟ الله اعلم، ما نعرفش. لكن الكلام ده اعتقد انه هو خطا، حكايه انه هو كونه امبيدد في الجو فعمل سيست وسمينا سيست دنتجرا سيست، ده لا، هو السيست هو اللي بيمنع التوس من الاربشن، مش التوس هي اللي بتخلي السيست يتكون. ممكن يعمل ريزوربشن للادجيسنت تيس لو وضعه غلط، ماشي نايم نايم كده وهيحاول يعمل اربشن فهيضغط على 7 اللي قبل منه، فممكن يعمل ريزوربشن في السيفن. ممكن يعمل روت ريزوربشن الافكت توس نفسها، ممكن يحصل لها ايه ريزوربشن للروتس، لو ان ده نادر جدا وعمري ما شفته في حياتي، لكن هو بيتكتب في بعض الكتب. وممكن يحصل هايبر سيمينتوزيس وبرضه نادر جدا وعمري ما شفته في حياتي. يبقى ديت البوسيبيليتيز السته للاسنان اللي هي الامباكتد او الامبيدد، تمام. لو كومبليتلي امبيدد 99% مفيش مشكله، خلاص. لو حصل له بارشل اربشن هيعمل لي بيريكرونايتس. لو كومبليتلي امبيدد تماما ممكن يعمل سيست فورميشن، الكلام ده انا اشك فيه. ممكن يعمل ريزوربشن للادجيسنتيس، برضو يعني مش مقبول عندي قوي. ممكن يعمل ريزوربشن للروتس بتاعت نفسه هو ذات نفس الدرس الروتس يحصل لها ريزوربشن، برضو ما اثقش في الكلام ده. ممكن يحصل هايبر سيمنتوزيس، يعني السيكنس بتاع السيمنتم يزيد، برضو الكلام ده مش ايه، مش مقبول. غالبا ما فيش، يعني طالما ما حصلوش بارشل اربشن، طالما ما عملش بيريكرونايتس اسيبه في حاله وماليش علاقه بيه وما حاولش اطلعه، خاصه ان في بعض الاسنان بتبقى امبيدد فيري ديب، ان انا عشان اطلعها لازم هدمر جزء كبير قوي من المندبل او من المجزلة علشان اطلع سنه امبيدد وما هيش عامله اي سيمتومز ومش هتعمل سيمتومز، ولما تعمل سيمتومز يبقى يحلها الف حلال. نيجي بقى للتيسنج بروبلمز. هل التيسنج بروبلمز لما الطفل يجي اسنانه تطلع ابتداء من سن 6 شهور وانت طالع كده لغايه سنتين ثلاثه، هل عملية الإربشن دي عملية مؤذية للطفل وبتأذيه، تمام، وبتعمل بروبلمز يسموها تيثينج بروبلمز، زي ما معظم الأمهات تقول الولد جاله إسهال ليه
اصله بيسنن، الولد سخن وتعبان ودايخ اصله بيسنن، الولد مش عارف عنده ايه اصله بيسنن. هل الكلام ده صح؟ لا، علميا قالوا ان الكلام ده مث خرافة. تمام؟ يبقى the idea that teething اللي هو النورمال، the normal eruption of infant's teeth can cause systemic symptoms، ارتفاع في حرارة او اسهال او كحة او برد او كلام من ده systemic symptoms or serious illness is a myth. تمام؟ خرافة. خرافة ليه؟ لان عمليها فيسيولوجيك، دي فيسيولوجيك بروسيس. تمام؟ ما تقدرش، ما تعملش اي مشكلة خالص في جسم الطفل الا يعني لوكالي كده يحس بإريتيشن، تلاقيه عمال بيعض على على صبعه، بيحط اي حاجة قلم او اي حاجة يحطها في فمه. تمام؟ نتيجة ان فيه ايه لوكال إريتيشن نتيجة عملية الإرابشن اوف تيث. طيب امال ايه المشكلة؟ ايه اللي رابط ما بين التيثنج، عملية التيثنج نفسها والإرابشن اوف تيث، وما بين البروبلمز اللي بتحصل في المرحلة دي؟ اللي رابط العملية دي مع بعضها هي ايه؟ هي ان بعد سن 6 شهور من الولادة المناعة الأمية بتكون اختفت او بتبتدي تختفي. طبعا الطفل بينزل من بطن امه وعنده مناعة امية، عنده انتي بوديز جايبها من امه، انتي بوديز ضد امراض كتير وفيروسات كتير وبكتيريا كتير واشياء كتير. الانتي بوديز دي اللي واخدها من امه مش هتفضل في جسمه بعد الحياة، لا، ده الانتي بوديز دي بروتينز وليها شيلف لايف، هتتكسر بعد منه. تمام؟ فطالما ان هي هتتكسر خلاص فانش، هتختفي بقى المناعة الامية، وفي نفس الوقت الولد هيبتدي يتحرك ويزحف على الارض، يبتدي بقى يلاقي فيه صرصار على الارض ياخده ياكله، يلاقي شبشب او حذاء ملوث يمسكه ويحطه في فمه، لان وسيلة التعرف عند الطفل في الاول بتبقى هي الفم، اي حاجة يحطها في فمه. فيبتدي يجيله انفكشن والمناعة ضاعت من عنده، فيبتدي يخش بقى في ايه ادوار الاسهال والبرد والانفلونزا، والاسهال قد يؤدي الى جفاف وممكن الولد يموت، والام تفضل معتقده او الامهات معتقدين ان الولد المشكله اللي عنده دي اساسا هي انه بيسنن بيطلع اسنان جديده. فالكلام ده طبعا كلام ايه خاطئ. The time of teething coincide، يعني ايه coincide؟ يعني ايه؟ يعني يتماثل مع period of naturally low resistance to infection and declining of maternal immunity. So that infection during this period of teething or the period of teething is merely مصادفة، coincidental. يعني ايه بتحصل ايه؟ بالمصادفة. عرفنا التيثنج بروبلمز يا جماعة. تمام؟ دي الانكيلوزيس اللي كنت بقول لكم عليه، ان السنة بقت انكيلوز، بقت هي والبون قطعة واحدة. البريدونتال ليجامنت اختفى تماما، والسمنتم كام ان كونتاكت ويز بون وبقوا قطعه واحده، فعشان السنه كل السنان بتنمو. تمام؟ ويحصل لها ايرابشن وديت في مكانها كده، تيجي حتى البيرمننت توس عشان تطلع ما تقدرش تطلع. تمام؟ المالتي سيستم ديس اوردرز افكتنج تيس، في ايلر دانلوس سيندروم حضرتك اللي هو الفلوبي جوينت هتاخدوا فكره عنه، تعرفوا بس ايه مشكلته. في جارنر سيندروم اللي هو الفاميليا الادينوميتاس بوليبوزيس كولاي، جارنر سيندروم ده من السيندرومز المهمة اكتشفها الأستاذ جارنر. تمام؟ وده مرض برضو وراثي بينتقل عن جين اسمه APC جين. الولد ده بيتميز بأنه أو الطفل ده بيتميز بأنه عنده 3 حاجات، عنده مالتيبل أستيوماتا وفايبروماتا موجودة في السكال والفيشيال بون، يعني عنده مالتيبل استيوماس ومالتيبل فايبرومس، وعنده مالتيبل بوليبس في اللارج انتستين، ودي بتبقى بري مالجننت بتتحول الى سرطان بعد كده. تمام؟ وعنده مالتيبل سوبر نيوميرالي اند سبلمنتال تيس. يبقى ده مرض ايه؟ جارنر سيندروم. 3 حاجات، مرض المالتيبلز خلاص، مالتيبل استيوماس وفايبرومس، multiple polyps في large intestine، وبأكد على large intestine عشان في مرض تاني حناخده بيحصل في small intestine اللي هو بيوتجيجر سيندروم، هتاخدوه في الباب التاني ان شاء الله. تمام؟ في small intestine، لكن ده large في large intestine.
وعنده مالتيبل سوبر نيوميراري اند سبلمنتاليتيز. يبقى لما يجي لي سؤال في الامتحان يقول لي one of the following diseases characterized by presence of multiple supernumerary and supplementalities, هقول له مين؟ هقول له البوليبوزيس كولاي او جارنر سيندروم او فاميليال ادينوميتاس بوليبوزيس كولاي. التلات اسماء دول ليه؟ لازم انا عارف ابقى عارف الاسماء كلها، واحنا متفقين على كده خلاص. او ممكن يجي لي يقول لي مثلا multiple supernumerary and supplementalities are a common manifestation in one of the following diseases، ويروح جايب لي الادينوميتاس بوليبوزيس كولاي وشوية امراض تانية، اختار الادينوميتاس بوليبوزيس كولاي اللي هو جارنر سيندروم. يبقى ده انا بأكد منه اكتر من إيلر-دانلوس سيندروم. ليه؟ لانه موضع سؤال كتير مشهور خلاص، وهو مرض المالتيبلز. ثلاث حاجات مالتيبل، كل حاجة فيه مالتيبل. ابيديرموليزيس بولوزا مش هناخدها، دي هنسيبها للدراسات العليا. الهايبوفوسفاتيزيا هنسيبها برضو للدراسات العليا خلاص. الهايبوفوسفاتيزيا اوكي. في تاني فيتامين دي اللي هو الهيريديتري هايبوفوسفاتيميا اللي هو فيتامين دي ريزيستنت ريكيتس، تمام. ده بقى مرض وراثي، هيريديتري هايبوفوسفاتيميا. ده بقى ايه قصته؟ ده عنده مشكلة كبيرة جدا، ان انت لو نقعته في كالسيوم وفي في فيتامين دي بكميات مهولة هيفضل عنده ريكتس ومش هيستجيب للفيتامين دي نهائيا، ولا للكالسيوم ولا للفيتامين دي مع الكالسيوم. عشان كده بيسموه فيتامين دي ريزيستنت ريكتس. ليه؟ لان في سبب تاني ناقص، في حاجة تانية ناقصة مش موجودة. الحاجه الناقصه اللي مش موجوده دي هي الايه؟ الهايبو الفوسفور. الفوسفورس طبعا مهم عشان تكوين الكالسيوم فوسفيت اللي هو بعد كده بالخلايا بتاخده وتعمله على هيئه كريستالز بنسميها الهيدروكسي اباتايت كريستالز، اللي تركيبها الكيميائي هو ايه؟ هو كالسيوم فوسفيت، تمام. مش علاقته بالتفصيل، وبيحصل فيه نقص في الايه؟ في الفوسفورس، تمام. في هايبوباراثايروديزم، هايبوباراثايروديزم برضو هنسيبه للدراسات العليا، تمام. السيندرومز بقى اللي فيها ايرلي لوس اوف تيس قبل كده شرحناهم على فكره، الشريحه دي مكرره، تمام. بيحصل فيها ايرلي لوس اوف تيس، مكتوب فيه داون سيندروم، يعني على اساس في بعض الناس بتقول ان هم لقوا ان في الداون سيندروم بيحصل early loss of teeth، تمام. الامراض اللي بيحصل فيها enlarged pulpit chamber، تمام اوكي. دي حاجات ايه؟ تجميعات يعني. خلاص كده خلصنا الباب والحمد لله، وان شاء الله ايه نشوفكم كده طلبة كويسين او دكاترة كويسين، ويبقى عندكم ضمير وتذاكر كويس وتتعلم كويس، لان عدم المذاكره وعدم التعلم، تمام، هيخليك تطلع طبيب اسنان مؤذي. هتبقى مؤذي للمجتمع وضار للمجتمع اكتر من تنافع للمجتمع، وهتتحاسب ان شاء الله يوم القيامه على جهلك. يبقى عدم مذاكرتك ده في معصيه لله سبحانه وتعالى. انك تذاكر وتبقى عالم وتبقى متمكن من علمك، متمكن من الطب، تمام، ده شيء مهم جدا، مراضاة لإيه؟ لضميرك. لأن أنت هيجيلك مريض وأنت جاهل هتأذي المريض ده وهتتسبب في أذى ليه، وإن شاء الله ربنا هيوقعك في نفس الإيه؟ افعل ما شئت فكما تدين تدان. اللي أنت عملته في الناس هيتعمل فيك. أنت جهلت وما تعبتش نفسك وما ذاكرتش وخدت المحاضرات وما سمعتهاش وما حضرتش محاضرات المناقشات الديسكشن وما استفدتش وطلعت جاهل وتسببت في أذى غيرك، ربنا هيبعت لك اللي هيأذيك، تمام. فربنا يوفقك إن شاء الله وتكونوا أطباء ناجحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا.